الرئيس حافظ الأسد برر دخوله إلى لبنان، وبعد الاشتباك الجدي اللي حصل مع كمال جنبلاط بآخر لقاء، أنه أنا أمنعكم من التقدم بالمعركة الأخيرة باتجاه المناطق الشرقية، لأنه هذا سيدفع المسيحيين إلى أحضان إسرائيل أولا. وتبين في مكان تاني أنه في اتفاق مع الأمريكيين جدي، وفي ضوء خلينا نقول أصفر إلى حد ما إسرائيلي بالنسبة للقوات وحجم القوات وتدخل القوات. السؤال واللي أنا سألته مرة للعميد ريمو إدي رحمه الله في باريس، إنه وين المشكلة عندنا بالبلد؟ قال لي المشكلة إنه نحن الموارنة دائما نختلف بالاستحقاقات الكبرى، لذلك بيفوت السوري، ولذلك لما بيصير رئيس بنختلف بين بعضنا. وهيك هون خليني روح باتجاه اللي بيحكيه كيسنجر وراح اترك لك الجواب. يقول: لم يكن حافظ الأسد يرغب في أن يجد نفسه محاصرا بين لبنان متطرف وعراق قوي عسكريا، وكلتاهما هي لازم تكون كلاهما يدفعان عن القضية العربية في الهلال الخصيب الشمالي، وكان الأسد يرى عرفات ومنظمة التحرير عقبة أمام تحقيق سوريا الكبرى، وهو مع رغبته في الحفاظ على وحدة أراضي لبنان لم يكن يرغب بوجود حكومة مركزية قوية في بيروت حتى لو كانت موالية لسوريا مبدئيا، خشية أن تقلص النفوذ السوري مع الوقت. ولذلك فإن الأسد ولتحقيق جميع هذه الأهداف كان مستعدا لدعم الطائفة المارونية ومؤسساتها ضد الأكثرية المسلمة. طب هون كمان بدنا نطرح السؤال، إنه لا الشيعة فوتوا السوريين مثل ما قال، ولا السوري استأذن ليفوت على لبنان، ولا الدروز ولا السنة ولا المورن. إيه بس بالنهاية عمل اتفاق في مكان معين، هو يقدم أنا دخلت لأحمي المورن والمسيحيين عمليا. لا وعمليا هي اللي صار. إيه بس خلينا نسمع عن الأهداف. دولة الرئيس خلينا نسمع رأي الدكتور فارس وبعدين لك لو سمحت تفضل. سوء التفاهم السوري اللبناني قديم، ما له علاقة بس بحافظ الأسد أو بالنظام العلوي اللي كان قائم بسوريا، حتى مع البرجوازية السنية اللي كانت حاكمة سوريا. نعم. بالأربعينات وبالخمسينات كان في سوء تفاهم بين لبنان وبين سوريا. سوريا كانت تنظر إلى لبنان بأنه دولة اصطناعية وجدها الاستعمار من أجل تقديم مكاسب لطائفة معينة اسمهم الموارنة، ونحن كنا ننظر إلى سوريا بأنه شهيتها دائمة لوضع اليد علينا بلبنان. وكانت على الأقل فكرة الوحدة اللي كانت قائمة بين عبد الناصر وبين السوريين أسست إلى يعني إلى هذا سوء التفاهم الكبير. وحاول فؤاد شهاب بشكل يعني هيك علني أنه يعمل خيمة نصها بلبنان نصها بسوريا، واجتمع بالرئيس عبد الناصر وحاول أنه يعمل أول ترسيم حدود سياسي خلينا نقول بيننا وبين سوريا. موضوع حافظ الأسد يختلف تماما عن موضوع سوء التفاهم، يعني يضيف على موضوع سوء التفاهم التاريخي تعقيد إضافي. برأيي أنا، وهون بيصلح لي دولة الرئيس، برأيي أنا نظرية تحالف الأقليات بالمنطقة بمواجهة الغالبية السنية كان أحد رواد حافظ الأسد، وكان بيعتبر حافظ الأسد وبيعتبر أنه التفاهم المسيحي العلوي الدرزي وربما الشيعي بهذه المنطقة في مواجهة الغالبية السنية اللي كانت بتشكل يعني المساحة أو الفضاء الإسلامي العريض بالمنطقة، كان يعني بحاجة أن يقوم بهذا التحالف مع لبنان حتى لا تقوى الطائفة السنية بلبنان وأيضا بسوريا. شو الدليل على ذلك؟ أول شغلة الدليل على ذلك برأيي أنا، وهون يعني ما بدنا نختلف ابدا، بس هيدا عم نحكي وقائع وانا عم بحكي قناعاتي. كل ما عم تقول شيء عم بتبرر له للدوله الرئيس اختلف، معلش شو المشكله يعني؟ انا نعم في مشكله اذا اختلف معك؟ لا 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 بالعكس لانه الحلقه فعلا يعني اولا بدي اشكرك لانه فعلا الحلقه يعني ما بقى في بالبلد هيك يعني طاولات من هذا النوع. انا برايي اغتيال رفيق الحريري شكل المؤشر الأساسي على أنه كان في خوف من قبل النظام بسوريا على تقوية الوضع السني بلبنان، وبالتالي تقوية الوضع السني بسوريا على قاعدة محاصرة النظام العلوي. والمحكمة الدولية اللي كتار من اللبنانيين بينتقدوها وبيقولوا أنفق عليها مال وما طلعت منها نتائج، قالت جملة أساسية وما انتبهوا للبنانيين، والإعلام لسوء الحظ ما عارف كيف بدي يحطها. قالت اتخذ القرار باختيال رفيق الحريري نهار يلي رفيق الحريري اجى على البريستول. شو اجى يعمل بالبريستول؟ اجى على البريستول الى جانب وليد جنبلاط
اجى على البيستو الاجانب قرنة شهوان اللي كانوا عم بيقولوا خروج الجيش السوري من لبنان. بس برئت سوريا بالمحكمة الدولية. إيه لأنه 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 طبيعة النظام الداخلي بناء هذه المحكمة وحكاها يعني الوزير دكتور رزق فارس بشكل هاي النقطة لازم تتوضح. بس خليني أقول شغلة. أنا برأيي علاقة حافظ الأسد شو طبيعة المحكمة كنت عم تحكي عنها؟ إيه طبيعة النظام الداخلي اللي انعمل بالمحكمة الدولية كان ببرئ أنظمة وببرئ حتى أحزاب. بس هذا ما بيعني يعني برأيك صار تسوية إيه طبعا صار التسوي. وقال شارل رزق على التلفزيون انه انا كل مره كنت صيغ عمليه النظام الداخلي كنت يعني اطلع السيد حسن نصر الله عليه وكان يوافق السيد حسن نصر الله او ما يوافق. وصلنا الى هذه النتيجه ومعنا ما عم يعني حضرتك دكتور فارس ما بتوثق بنتائج المحكمه الدوليه؟ لا انا بالعكس انا بالنسبه لي المحكمه الدوليه ادت ما عليها وقالت لنا مين اللي قتل رفيق الحريري. اللي قتل رفيق الحريري هو التفاهم اللي كان قائم بين حزب الله وبين نظام بشار الأسد. ما بدي جادل كثير بس ما فهمت عليك، يعني حضرتك بتوافق المحكمة لما تدين حزب الله وما بتوافقها لما بتبرئ سوريا؟ لا أنا ما عم أقول أو شيء، ما برأت سوريا، هي بنظامها الداخلي ما فيها تتهم سوريا كنظام، تتهم أشخاص، واتهمت شخص ينتمي إلى حزب اسمه حزب الله، ما خبت بهذا الموضوع، بس الأهم من الاتهام ليش قالت المحكمة ليش انقتل رفيق الحريري؟ مثلا ليش انقتل بشير جميل؟ كنتوا عم تحكوا انتوا هذيك الساعه على موضوع الاتحاد السوفيتي وعلى موضوع خطوط الحمر. طب انقتل بشير جميل بخضم الحرب البارده، شو كانت اهميه بشير جميل انذاك؟ انه شال لبنان من هذا التقابل بالخطوط الحمر بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده وحطه بالكامل بالمعسكر الغربي. اخذ وقتها الاتحاد السوفيتي قرار بتصفيه بشير جميل واوكل لهذه التصفية نظام السوري بلبنان. أنا اللي عم أقوله أضاف وجود العلويين بالنظام بسوريا تعقيد إضافي على التعقيد التقليدي اللي قائم بين لبنان وبين سوريا بسوء التفاهم، لأنه راهن أيضا على عملية تحالف الأقليات بالمنطقة. طيب. خلينا أنا أستطيع أن أجزم بنقطة أنه مسألة تحالف الأقليات هذا نظري. أولاً أنا أستطيع أن أؤكد أن الرئيس حافظ الأسد مش بس كان بيطرح القصة أذكى من أنه يطرحها. انطرحت من بعض اللبنانيين المسيحيين اللي بنوا خطوط مع شقيقه بسوريا وبلشوا يشتغلوا على هالخط. معرفة وأنت بتعرف هالشيء، ولكن بدليل انه صفى معروف وين صفى شقيقه كيف الموقف اللي اخذه وطب من هذا. بعدين ايام انطون الزعيم انطون سعادي عندما طرحت النظريه النهضويه تبع الحزب القومي السوري كانوا المسيحيين بفلسطين ولبنان وسوريا كم هائل على كافه المستويات الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والسياسي وفي بقيه الاقليات وما صارت. ليش بدها تصير بعدين؟ طيب دولة الرئيس اذا بدك تسمح لي أوكي. ما في اقليات بعد أوكي. وبقي اقليات كي يتحالف. طيب دولة الرئيس طبعا هلا رح اعطيك الكلام مش بس كلمتين لانه كبيره علمهم السحر.